نعم سيدي، طبعا واضح في اختلاف بين المجتمعين. يعني البيان الذي صدر من الاجتماع أظهر صورة جيدة، ولكن البيانات من خارج الاجتماع أظهرت التناقض بين الموقف السوري من جهة والموقف التركي من جهة أخرى. نعم الأتراك يريدون الاتفاق مع النظام السوري على آلية معينة لبلوغ حل سياسي. هم يضعون 3 شروط، الأول هو التنسيق مع النظام من أجل مكافحة ما يسمونه الإرهاب، دفع العملية السياسية قدما من خلال محادثات أستانة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى الداخل السوري. هذا ما تريده تركيا، بينما النظام السوري له حسابات مختلفة. كان يحاول فك العزلة عن نفسه من خلال التواصل مع تركيا بوساطة روسية، لكن الانفتاح العربي على نظام في سوريا أعطاه شيء من الأكسجين، ما عاد مهتما جدا بالتواصل مع الأتراك بسبب هذا التواصل العربي هل المستجد ينتظر الذي كان مفاجئا الانتخابات جدا. الحكومة السورية أستاذ عماد، هل تنتظر الانتخابات التركية وما سينتج عنها؟ تماما واضح أن النظام السوري أو الحكومة السورية تحاول انتظار الانتخابات القريبة جدا من أجل رؤية من سيفوز بهذه الانتخابات. إن فازت المعارضة ربما تتغير المواضيع، ونحن نعرف أن النظام في سوريا يحاول دائما الاستفادة من عامل الوقت لحل جميع الملفات الشائكة، وهذا من الملفات. بينما من الجانب التركي يحاول الرئيس رجب طيب أردوغان تسريع بموضوع الوصول إلى الاتفاق مع النظام السوري من أجل حل مسألة اللاجئين، لأن موضوع اللاجئين يشكل أزمة كبيرة في الداخل التركي. المعارضة تحاول أن تضغط على أردوغان وتضعف من شعبيته من خلال الوجود السوري الذي هو كبير جدا في الداخل نعم. التركي، والمعارضون يحاولون الدفع نحو إعادتهم. لكن مع كل هذه بانفتاح على الخلافات أستاذ عماد، مع كل هذه الخلافات نرى الجانب الروسي يضغط لإعادة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، ما السبيل إلى ذلك أو ما الفائدة التي يرجوها من ذلك؟ روسيا لها مصلحة في تقارب الفريقين. في نظرها سوريا من جهة وتركيا من جهة هم حلفاء. تركيا تقف إلى جانب روسيا إلى حد ما بموضوع الحرب الأوكرانية، وهي تريد أن تسلف إن صح القول هدية لتركيا ولأردوغان. نعم. وفي نفس الوقت لها مصلحة في حل الخلاف السوري، لأنه يخفف الضغط عن روسيا وسط كل هذه الأزمات التي تحيط بروسيا، إن كان العقوبات، الحرب، كل هذه المواضيع. ترى روسيا نعم. أنها لابد من التدخل لتقريب وجهات النظر. المشكلة بين الفريقين أنه في نظر كل فريق هو يحارب الإرهاب. الأتراك يقولون نحن نحارب الإرهاب الموجود على الحدود، والنظام السوري يقول أنا أحارب الإرهاب لإعادة فرض نعم أو بسط سيطرتي على كامل الدولة. الأتراك يقولون نحن مستعدون للانسحاب، لكن لابد من ضمان الحدود وعدم تعرض الأراضي التركية لهجمات من الجماعات الأكراد نعم كما يقولون. الانتخابات وجدت المصلحة المشتركة، أو هذا الموضوع وجد المصلحة المشتركة بالإضافة للانتخابات، لطلاق الفريقين برغم الخلافات التي كانت موجودة بين الاثنين. اليوم تقاطع المصالح بين الاثنين مع هذا الجو الدولي المتغير كله فرض نعم هذا الواقع من اللقاءات. أين ستصل المفاوضات على ما يبدو الأمور مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات في تركيا؟ نعم أشكرك جزيل الشكر الصحفي عماد شدياق على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت.